السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناه بصفي حديليس. كنتمنى دائما تكونوا بخير وعلى خير، وكنتمنى هذا الفيديو يلقاكم نتوما في اتم الصحه والعافيه. هذه المره غادي نشارك معكم حفله عيد ميلاد ديال الزربه. حضرت حويجات بسيطه وسهله وبطبيعه الحال كتكون لذيذه، والاطفال كيفرحوا باي حاجه. غادي نشارك معكم طريقه تحضير لاموغانغ اللي كيجي الشكل ديالو جميل. كنديرو هكا في الكؤوس اولا كنزينو به لطخت وكيعجب الاطفال، كيجي لذيذ حتى هو وكيجي مقرمش. غادي نوريكم الطريقه ديال التحضير ديالو والمكونات اللي غادي نحتاج فيه، وكيتحضر باشكال متعدده والوان متعدده. بقاو معايا حتى لاخر الفيديو، ما تنساوش ديروا لايك واشتراك للقناه مع تفعيل الجرس. الا كنتوا اول مره كتزوروا القناه ما تبخلوش عليا جميع بالتعليق، وإلا عجبكم الفيديو شاركوه مع الاصدقاء ديالكم وحبابكم باش تعم الفائده. وغادي نبدا على بركه الله، فرجه ممتعه. بسم الله على بركه الله. بالنسبه للاموغانغ اللي غادي نستعمل، الكميه ديالو غتكون غير قليله. الا بغيتو كميه كبيره ضعفوا المقادير. هنا عندي غير ابيض بيضه متوسطه الحجم، غادي نزيد معها نص كاس ديال السنيده، تكون من الاحسن رقيقه بهذا الشكل هذا. وغادي نزيد رشيشه ديال الملحه، وغادي نزيد معلقه صغيره ديال الفاني. وغادي نبدا على بركه الله، غادي نخلط ابيض البيض مع رشيشه ديال الملحه. غادي نضرب الابيض ديال البيض حتى غادي يرغوي، وعاد غادي نزيد عليه الفاني، وغادي نبدا كنزيد عليه السنيده شويه بشويه وانايا كنخفق على سرعه مرتفعه حتى يتقال لاموغانغ. باش كتعرفوا لاموغانغ ديالكم راه واجده، ملي كتكونوا كتخفقوا راه كيبان لكم بانه ثقال بزاف والخلاط كيمشي بصعوبه لان الخليط كيولي ثقيل بزاف. وملي كتهزوا هكا الفويه ديال الخلاط الكهربائي كيدير بحال هكا منقار ديال الديك، كيسميوه المنقار. واخا كتنفضوا هكا هاد الفويه راه ما كينزلش. صافي دابا الخليط ديال لاموغانغ كيكون واجد. وباش كديروا تاكدوا ضروري ما كتاخذوا شويه بين يدكم وكتبان لكم بان السنيده راه دايبه، باش ملي ديروه في الفران ما يسيح لكمش وما يطرطقش، ما كيبقاوش كيبانوا نهائيا الحبيبات ديال السنيده. هذاك الشيء علاش من الاول كيخصكم تستعملوا سنيده تكون رقيقه. صافي غادي نحيد دابا هذا الفوي. هانتوما كيفما كتلاحظوا كيفما درت له كيبقى داير بحال هذا المنقار هذا. غادي ناخذ دابا اللطه ديال الفران كنفرش لها هكا الطابي ديال السيليكون، اولا فرشوا الورق ديال الزبده. المهم ضروري ما ديروا هكا ورق باش ما كيلصقش وباش كيتحيد بسهوله. غادي ناخذ هاد الاعواد ديال الشواء، غادي نوضعهم بحال هكا. غادي ناخذ اناء وغادي نقسم فيه الميرانغ. غادي ناخذ غير واحد الكميه قليله باش غادي نلونها، والباقي غادي نخليه باللون الابيض. غادي نلونو باللون الازرق، غادي ندير غير واحد الكميه قليله. اللون دائما كيبقى على حسب المناسبه وعلى حسب اللي كتفضلوه، ممكن تخليوه غير باللون الابيض على حسب الرغبه. غادي نخلطو مزيان باش غادي ينسجمو، وممكن ما تخلطش مزيان باش يبقاو فيه جوج ديال الالوان. هنا غادي ناخذ لابوش اللي قطعت له الراس ديالو غير واحد الحله صغيره، الا كان عندكم لادوي ديروه كيجي حسن. هكذاك راه كيعذب شي شويه. عمرت فيه الكميه اللي عندي ديال لاموغانغ كامله وغادي نمشيها في لابوش. غادي نجيب دابا اللاطه ديال الفران، غادي نثبت هكا العود بيدي، وباليد الاخرى غادي نضغط وغادي نخرج دائره، وغادي ندير دائره صغار في الاطراف باش غادي نعطي الشكل ديال ميكي ماوس ولا ديال ميني ماوس. وغادي نستمر بنفس الطريقه. وكاينين اشكال متعدده، يعني كديروا الشكل اللي بغيتو نتوما على حسب الطيم اللي غادي ديروه هكا في عيد ميلاد. تقدروا ديروا غير وريضات او اي شكل بغيتو. وغادي ناخذ هنايا حبيبات الشوكولا وغادي ندير لهم عوينات.
وفي هذه الاثناء شعلت الفران يسخن، درجه الحراره 120، شعلته من فوق ومن تحت وغادي نخليه كيسخن على ما نكمل. ودابا غادي ندخل لاطا الفران، غادي نخليه شاعل من تحت وغادي نطفيه من فوق، وغادي نديرها في الجهه الفوقانيه، يعني غادي تكون قريبه للجهه اللي الفوق وبعيده على الجهه اللي تحت باش كيطيب لا ميرانغ على خاطرو كينشف. وغادي نكمل الباقي ديال لا ميرانغ. هنايا غادي نستعمل البوق ديال الشميشه، ممكن تستعملوا اي بوق بغيتو نتوما، غير هذا البوق ديال الشميشه هو اللي ولاو كيستعملوه مؤخرا في التزيين ديال لا ميرانغ. صافي، وعمرت البقيه ديال لا ميرانغ اللي عندي كامله في لابوش، وغادي نبدا كنضغط بهذا الشكل هذا ونخرج هاد الاشكال اللي كيجي الشكل ديالهم جميل. وضروري لا طاد الفران ما كنفرش لها الورق ديال الزبده باش ملي كيطيب كيتحيد بكل سهوله. وغادي نزيد نزينو بفيرميسي الالوان، الا بغيتو تستعملو فيرميسي الاسود او الكاوكاو مهرمش او لوز مهرمش على حسب اللي بغيتو، ممكن تخليوه غير هكاك. ونفس الشيء حتى هاد لاطا غادي ندخلها للفران، غادي يكون شاعل غير من التحت وغادي نطفي من الفوق، وكنخليه كيطيب على نار مهيله ما بين 45 دقيقه حتى لساعه، يعني خاصو حتى كيبان لكم بانه نشف، وعاد كتخرجوه من الفران. صافي، وبعد ما كنخرجو من الفران كنخليه حتى كيبرد تماما، عاد كنحيدو من لاطا. وهذا هو الميرانغ اللي حضرت، كيتحيد من الورق ديال الزبده بكل سهوله، ما كيلصق فيها ما حتى شي حاجه، وكيجي ناشف من برا وحتى من الداخل، كيجي مقرمش وبطبيعه الحال كيجي لذيذ. الاطفال كيعجبوهم هاد التشكيلات هادو، وكاينين اشكال متعدده هكذا اللي تقدروا تحضروهم وتعمروا بهم البيفيه ديال عيد الميلاد، اولا تخرجوا غير وردات عاديين كيف ما كيتباعوا في المحلات، والثمن ديالهم كيكون مرتفع. الطريقه كيف ما شفتوا في الفيديو سهله وناجحه 100%. كنتمنى تنال اعجابكم وتجربوها حتى نتوما. ما تبخلوش عليا باللايك للفيديو، ما تبخلوش عليا بالتعاليق، ما تنساوش ديروا اشتراك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد ديالي. وغادي نخليكم مع الصور ديال عيد الميلاد. الى اللقاء مع فيديو جديد، مع السلامه. Thank you.